الندوات الندوة عفوا التي انعقدت اليوم ببورصة تونس هي ندوة نظمتها بورصة الأوراق المالية بتونس ومركز جامعة الدول العربية، وتركز الحديث على الاستشراف من جهة وعلى قانون الاستثمارات الجديد من ناحية أخرى. بالنسبة إلى الاستشراف، بين المحاضر الدكتور ماهر خضر أن الاستشراف يعني الاهتمام بالمستقبل، وهذا المستقبل إن لم نذهب إليه فإنه سيأتي إلينا، وعندما يأتي إلينا قد لا نكون مهيئين له، فالمطلوب هو أن نتهيأ للمستقبل وأن نعمل من أجل المستقبل، لأنه لا يوجد إلا ماضي وحاضر كما قال هو، عفوا لا يوجد إلا ماضي ومستقبل، أما الحاضر فهو لحظة ذاهبة وهاربة منا، وهو يؤكد على ضرورة أن يهتم الوطن العربي وتهتم الدول العربية باستشراف المستقبل حتى تربح معركة المستقبل وحتى تحتل هذا المستقبل كما قال هو. ويعني هذه أفكار مهمة تبعث فينا الأمل وتجعلنا لا نبقى سلبيين وإنما نصبح إيجابيين، وهذا شيء مهم جدا وخاصة في هذه الظروف التي ساد فيها الإحباط وساد فيها ما يشبه اليأس في بلادنا، وهذا خطأ كبير إن تواصل فإنه سيؤدي بنا إلى الكارثة. الأكاديمية المتوسطين للأعمال احنا بديناها سنة 2012 يعني على أساس أن لإرساء ثقافة التطلع والاستشراف في الوطن العربي بصفة عامة. بعد تجربة تقريبا 4 سنوات حاولنا نعيد تقييم العمل متاعنا ونعيد النظر فيه، فبدل ما نبدأ من تونس في اتجاه العالم بدينا من إرساء شبكة علاقات دولية تتجاوز أكثر من 40 دولة في العالم، ابتداء مثل ما قلت من كوريا الجنوبية واليابان والصين شرقا عبر البلدان الخليجية والبلدان العربية أوروبا ثم أمريكا وكندا والبرازيل غربا. الهدف هو متاعنا انه مثل ما قلت نوصله في يوم من الايام انه يكون في ميثاق الامم المتحده النفاذ نحو المستقبل هو حق من الحقوق الاساسيه بالنسبه للفرد وبالنسبه للمؤسسه وبالنسبه للدول اللي هي الدول المحرومه نعتبرها ودول العالم الثالث. علاش؟ خاطر النفاذ نحو المستقبل هو الميزه التنافسيه الاساسيه اللي يمكن تاهلنا في ان نكون حاضرين في مساحات ونحتل مساحات في المستقبل على المستوى الاقتصادي على المستوى المالي على المستوى الاجتماعي على المستوى السياسي. اذا غاب علينا النفاذ نحو المستقبل فوجودنا اصلا مهدد ويكون في خطر يعني. فهذه رسالة هي رسالة الأكاديمية المتوسطين للأعمال اللي تتجاوز يعني تونس العالم العربي وحتى على المستوى العالمي. أكيد 100% اللي يقول لك درهم وقاية خير من قنطار علاج، يسموها الوقاية خير من العلاج. إذا احنا كنا عنا نفاذ نحو المستقبل، عنا استشراف، عنا توقع، عنا استقراء لما سيأتي به المستقبل وما يسمى في تقارير الاتجاهات اللي يسموها التوندونس وتراند أليرتس، يكون عنا قدرة على الاستباق، قدرة على الاستعداد، قدرة على يعني هذه كل أفضل بكثير من انه نمشي في الطريقه نتاع الفاير فايتنج يسموها اطفاء الحرائق يعني، واللي هي ما شبهتها انا في الاستراتيجيك لاندسكيب انه يكون في المستوى الاول اللي هو مستوى الادغال. تخيل نفسك مثلا موجود في غابه الامازون والاخطار محيطه بك من كل جهه، النظره عندك الرؤيه عندك معدومه تماما، التحفز يكون عالي، فهذه طبعا لا يمكن ان تستمر في مثل هذه الحاله طويلا. طبعا هذا من استراتيجياتنا احنا، قلنا في الأكاديمية المتوسطين للأعمال نحب نعمل إشعاع عالمي نحو تونس. الهدف متاعنا هو إحداث ذلك الزخم
المومنتم يعني المطلوب في انه تونس تكون محط انظار العالم في دفعه واحده في يوم واحد ان تكون معناها يتكلم عليها الجميع من وسائل الاعلام من وسائل التواصل الاجتماعي من العالم كله. هذا كله يمكن ان يستثمر في النواحي الاقتصاديه النواحي الاجتماعيه النواحي الماليه النواحي الاستثماريه اللي تحدثنا عليها اليوم بطريقه ذكيه جدا، لأن احنا بدل ما يتحدث العالم ووسائل الإعلام يوميا عن تونس كمصدر للإرهاب وتونس يعني تونسي صار ولا منعوت بأصبع، نحب لا تونس تكون مصدر ومنبع للحكمة بناء على مخزوننا الثقافي ويعني على كل الإنجازات. أنا تحدثت اليوم على حنبعل اللي يعمل استراتيجية تدرس الآن في أعتى الجامعات الأمريكية وهي to think of the unthinkable، تحدثت عليها حتى فيما يسمى بالبلو أوشن استراتيجي اللي هي استراتيجية المحيطات الزرقاء البلاك سوان، هذه كتبت في هذا المجال. فإحنا بناء على المخزون والموروث الثقافي اللي موجود معانا عبر تاريخ يعني يمتد إلى أكثر من 3000 سنة، نحب نبين أن تونس ربما تكون يعني منبع للحكمة على مستوى الدولي.